يسأل عن حكم من ترك صلاة الوتر، لا يأثم ولكنه فاته خير كثير، فصلاة الوتر ليست بواجبة ولكنها مستحبة شديدة الاستحباب. أما عدم الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: ماذا فرض علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث يبين أن صلاة الوتر ليست بواجبة. وكذا نقول صلاة تحية المسجد ليست واجبة، وصلاة الأيدين ليست واجبة، وسنة الوضوء ليست واجبة، إنما كلها على الاستحباب. أما كونها مستحبة استحبابا شديدا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا حضر إلا في ليلة واحدة لم ينقل لنا أن النبي صلاها فيها، وهي ليلة عيد الأضحى وهو في مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه.